له اليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه يعني ترى صريح ما فيها، لكن فيه جانب آخر يعني جانب مغاير. افرض انه والله ابو شو اسمه الرجال ابو ايش ابو عبد الرحمن إيه؟ مانع الميمون. افرض انه الشيخ مانع الله يسعده ويبارك له ويبارك عليه يا ربي يا الله انه ما ترتبت اموره. طيب انا كضيف وش دوري؟ هل دوري الشماته به ولا عذره ولا وش اللي ممكن انا اسويه؟ رجوات عذر اكيد. يجيك ناس ما تقدر يا ابو عبد الرحمن، يجيك ناس ما تقدر. هذا بكيف صح؟ والله يجيك ناس ما تقدر. انا ليش اقول هالكلام؟ يوم من الايام كنا عند احد الاشخاص الله يذكره بالخير، والرجل هذا فاتح بابه يعني المغرب. فذاك اليوم المغرب العاده عياله معه، ذاك اليوم مو معه عياله، وكان ملتزم بمسجده. فأحد الأشخاص يوم بيذن قريب يذن، فهو قال رمى عبارة قال الله يحييكم أنا ترى المحل محلكم بس أنا عاد بروح يعني إيش معناها بروح أذن. إيش معناها؟ أنت وقت الزيارة يلا خلاص على بروح أذن، هو ذاك ظرف خاص فيه هو. سبحان الله نتق واحد ورمى كلمة قال إلا صرت منتهب يعني زي هي طبعا قال عبارة ما تنقال لكن بقول يعني فحواها. قال لا صرت يعني منتهب قد لذا لا تعزم الرجاجي. والتفت له ناظره قلت يا أخي عياله مو فيه، بالعادة يجلسون عياله بعد ذا ويروحوا، عياله مو فيه اليوم يجب أن يعذر. رح يا فلان توكل أنا. راحوا طبعا عشان يلحق على ذا، وأنا وياه اللي مشي والله اني ماسك أنا وياه وسك الباب. فأنا أقصد أنه في ناس ما تقدر، وسبحان الله كأنه لقى فرصة أنه يتكلم في انتبهوا يا جماعة الخير، هذه خطيرة. يجب أن يقدر الإنسان، ما تدري وش الظروف عليه ولا يدري وش يصير الوضع عليه. أحيانا بعض الناس خذوا هالمعلومة ذي تلقاه يا أبو عبد العزيز ذابح ذبيحة لكن جاه ضيوف زود، راح ودور واجتهد وكذا لكن ما لقى إلا دجاج او لحم مقطع وجابه وحطه شوف ناظر والله العظيم عنده دراهم ناظر ما في. قدروه يا جماعه الخير، لو ما حط لكم الا شو اسمه زبادي وخبيزه تغطون عليها شكرا جزيلا الله يبيض وجهه. ولذلك نحرص في هالجانب يا جماعه الخير، نحرص انه ما ننتقد احد، نحرص